مع المنتخب الوطني الاول. ومعانا دلوقتي كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا سيما ومبروك برنامجك. الله يخليك يا كابتن احمد. انا طبعا ما كلمتش حضرتك من ساعه مباراه منتخبنا في مونديال روسيا 2018، كان لازم طبعا اكلم حضرتك وهنيك على اداء حراس منتخبنا الوطني الاول. يمكن ما كانش في اي حسنه في منتخبنا الوطني الاول غير في مركز حراسه المرمى، يعني طلعنا باسطوره كابتن عصام الحضري كان اكبر لاعب بيشارك في البطوله، وطبعا كان اداء محمد الشناوي نجم النادي الاهلي برضو اداء مشرف في المباراه، اخذ مان اوف ذا ماتش في اللقاء. طيب. الحمد لله طبعا دايما انا بقول ان المركز ده في مصر مطمئن جدا، في عندنا 7-8 حراس قدام يمثلوا المنتخب بمنتهى الاريحيه. ونتمنى لهم طبعا الفتره الجايه يكونوا ذات بشري كويس في منتخبنا القومي ان شاء الله. طيب النهارده عندنا خبر بيقول ان حضرتك صرحت ان هيكون في حارس رابع في قائمه المنتخب ان شاء الله في مباراه سوازيلاند. في طبعا احتمال 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 احنا تيم ورك طبعا بنتناقش كونسيبت الاصلح ايه، ولو كان يعني يسفل يعني ان احنا نضم حارس رابع هنعمل كده، اذا كان يعني كلام قلنا ان هنكتفي بثلاثه نكتفي بثلاثه، لكن انا ميال ان يبقى في حارس رابع ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن الاختيارات مين؟ اوسا، عامر عامر، ابو جبل، مهدي سليمان، يعني يمكن اللعيبه او الحراس دول ظهروا قوي في من بدايه الموسم في الخمس جولات اللي فاتوا، عشان كده لازم نديلهم دفعه معنويه ونحسسهم ان احنا شايفينهم ممكن ناخد واحد من الاسامي اللي فوق يعني. كلهم يعني صبحي ماشي كويس، موسى ماشي كويس، عامر، ابو جبل، كلهم يعني ماشيين كويس حقيقه، يعني عندي مباريات كويسه صحيح، ومهدي كمان عامل مباريات كويسه حقيقي، والزنفولي عامل ماتشات كويسين، ماتشين الترجي يعني في كتير. انا قلت دايما بقول 7-8 حراس مستواهم عالي جدا ويقدروا يكونوا موجودين يعني. صحيح بالظبط كده. طب احنا اخذنا بالنا ان اجيري من خطته الجديده دايما بيعتمد على صغار السن في المنتخب، يمكن استغنى كمان عن خبرات بسبب عامل السن. عامل السن هيكون عامل ازاي في حراسه المرمى؟ لا احنا دايما بنقول ان طبعا يعني انت تنزل بمستوى الاعمار دي حاجه مهمه جدا، لانه عندنا بعد 4 سنين في 2022 كاس العالم. فطبعا اكيد بتتراعى الحته دي، لكن كل حاجه ليها اكسبشن يعني كل مناحي الحياه يعني. صحيح، اذا كان حد يعني بارز جدا ويعني مقدم مستوى رائع ليه لا يعني، لكن طبعا النزول بمعدلات الاعمار دي يعني ثبت. صحيح، يعني ممكن نلاقي حارس مرمى معدل عمره اقل بكتير طبعا لبناء المنتخب عشان ان شاء الله نقدر ننافس في 2022 كاس العالم القادم. طبعا هدف من ضمن اهدافنا ان احنا ننافس على مستوى كاس العالم، خصوصا ان الناس يعني شافت حلاوه ان الفريق يبقى في كاس العالم او الفريق يبقى في نهائي افريقيا. دي طبعا يعني واضح ان طموحات الجماهير اكبر من كده كمان يعني. صحيح، اتمنى ان شاء الله. بس كابتن احمد احنا الاسامي مثلا اللي طرحناها دلوقتي كلهم معديين تقريبا ال 30. ما يعني ال 30 ده في حراسه المرمى ده صغير. انا عارفه ان هو صغير، بس احنا لو بنتكلم عن معدل اعمار صغيره يمكن يكون اقل من ال 30 شويه. يمكن حراس المرمى ليهم يعني اكسبشن في الموضوع. صحيح، يمكن وشفنا اكبر مثال على ده عصام الحضري. وأدى اداء رائع وهو في 45. صحيح. 46 حتى كمان. صحيح، بس يمكن هو حاله استثنائيه برضه. ولا معظم حراس المرمى في العالم هتلاقي يعني في حراس يعني موجود. كابتن احمد نيجي في الاخر طبعا عايزه بقى اسالك بقى على حاجه مهمه جدا، اخبار تمت كريمه ايه؟ ده انت متابعه بقى. انا من زمان قوي. لا والله الواحد من دول مركز في الشغل انت عارفه الشعر ده بيبقى ليه يعني ربنا بيبعت او ما بيبعتش يعني، فربنا يبعت ان شاء الله. طب اول ما يكون في حاجه جديده انا لازم اول واحده اسمعها. حاضر يا ناجي، حاضر. نورتنا كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. نرجع تاني بقى لاخبارنا، لسه مكملين معاكم برضو اخبار منتخبنا الوطني و